السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة المشاهدين الأعزاء. نتحدث اليوم بإذن الله في هذا الفيديو عن فوائد مغلي الليمون بقشره، حيث يعتبر الليمون أحد النباتات التي تنتمي إلى عائلة الحمضيات. هذه العائلة الشهيرة وغنية بفوائدها الصحية، تعود بالنفع على جسم الإنسان وعلى يعني البشرة، وقد استخدمت منذ زمن بعيد وصفات الليمون للتخلص من السموم الموجودة في الجسم وطرد السموم. يمكن استهلاك الليمون بشكل طازج أو حتى مجفف، ويمكن أيضا استخدام القشر الخارجي من الليمون أو حتى اللب أو العصير، ويدخل في كثير من الأطباق. بالنسبة للفوائد شرب مغلي الليمون بقشر، هنالك 8 فوائد. الفائدة الأولى هي الوقاية من الإمساك، حيث إن التكوين الحمضي الموجود في الليمون يساعد في تنظيف الأمعاء بشكل فعال، وذلك من خلال شرب الليمون المغلي بالإضافة إلى كمية كافية من الماء النقي. فهذا التنظيف المنتظم يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب تراكم الفضلات فيها، وبالتالي الوقاية من حالات الإمساك. الفائدة الثانية هي زيادة مناعة الجسم، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في رفع كفاءة الجهاز المناعي، وأيضا مقاومة الأمراض الشائعة التي تصيب جسم الإنسان في بعض فصول العام، مثل نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء. أما بالنسبة للفائدة الثالثة، يساعد هذا مغلي الليمون بقشره في التخلص من الوزن الزائد، حيث إن لمغلي الليمون القدرة على إنقاص الوزن وإذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن على وجه التحديد، وذلك نظرا يعني احتوائه على ألياف البكتين التي تقلل الإحساس بالجوع. رابعا، من فوائد هذا المشروب تحسين وتعزيز عمليات الهضم، حيث إن لعصير الليمون القدرة في التخلص من السموم والمواد الغير مرغوب بها في جسم الإنسان، كذلك أيضا بإمكانه تعزيز كفاءة الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات. خامسا، يساعد هذا المشروب والمغلي على تنقية الجسم من كل السموم، وذلك نظرا لاحتوائه على حمض السيتريك الذي يساعد في تعزيز وظائف الإنزيمات ويعمل بدوره على التخلص من السموم الضارة في الجسم. سادسا، ترطيب البشرة والحفاظ على نضارته، حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة اللذين يساعدان على إمداد البشرة بالنضارة ومقاومة علامات وأعراض الشيخوخة وأيضا تقدم السن. سابعا، تعزيز طاقة الجسم، يساعد مغلي الليمون بشكل كبير على تعزيز وزيادة طاقة الجسم وتنشيط العقل، ويكون ذلك من خلال شربه وحتى استنشاق رائحته. أيضا يحافظ على صحة الفم واللثة والأسنان، وقد يهدئ آلام الأسنان ويوقف نزيف اللثة المصاحب لمشاكل الأسنان وضعف اللثة نفسها، كما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، لذلك يعد خيارا جيدا لإعطاء الشعور بالحيوية والنفس المنعش عند بدء النهار. طريقة التحضير، يمكنكم تقطيع الليمون مع قشوره ووضعه في إناء عميق وسكب الماء المغلي فوقه وتغطيته، ومن ثم يترك حتى يبرد، وبعدها يسكب في كوب بعد تسخينه أو تركه باردا كما هو. إذن يشرب ساخنا ويشرب باردا، وإن كان لابد من تحليته فيحلى بملعقة متوسطة الحجم من عسل النحل. هذه الطريقة نفذوها يوميا بعد الوجبات الثلاثة بدلا من أن تشربوا المشروبات الغازية.
إذن إخواني المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة.